مشرفنا يا سيادة الدكتور جمال، شرفنا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور جمال ابو المجد، رئيس جامعه المنيا، منصب مهم جدا والتعليم له انعكاس كبير جدا يا دكتور في المنيا. اكيد طبعا. بس كان لازم ناخد محمد سريعا كده. طبعا ما نقدرش نفوت الحاجات المميزه طبعًا. دي ان احنا نتخلى عنها او ما نلاقيهاش موجوده. دكتور جمال، حضرتك توليت المهمه بشكل يعني نقول فيه قائم بالاعمال من سنه 2014 لحين صدور القرار الجمهوري في 12 مايو 2015. توليت المهمه بشكل رسمي، يعني بنتكلم في حوالي سنتين الا حاجات بسيطه، الا شهرين يعني، عشان نتكلم بشكل رسمي. برضو الانابه غير ان يكون واحد قائم بالاعمال فعليا. تمام. لو قلنا كشف حساب سريع، ماذا قدمت في هذه الفتره يا دكتور جمال؟ يعني اسمحوا لي طبعا في البدايه ان انا ارحب بقناه النيل في محافظه المنيا في العيد القومي للمحافظه في 18 مارس من كل سنه. يعني اسمح لي قبل ما ابدا الحوار احيي سيادتك على اللقاء اللي عملته مع محمد ابننا ده. يعني شيء جميل جدا، ورساله موجهه لكل الناس ان في مصر في اهتمام بمتحد المتحدي الاعاقه. ما فيش فرق بين مسيح ومسلم، ما فيش فرق بين ذكر وانثى. ده فعلا رساله قويه جدا حضرتك بتوجهها، ويمكن ده نفس الخط ونفس الاسلوب اللي احنا شغالين بيه في الجامعه. الاسبوع القادم ان شاء الله عاملين مؤتمر خصيصا لمتحدي الاعاقه، وازاي نساعدهم، وازاي ان احنا نشوف الامكانيات بتاعتهم، وازاي نشوف ابداعاتهم ايه وابتكاراتهم ايه. فدي نقطه في البدايه اسمح لي ان انا احيي سيادتك عليها. طبعا يعني انا توليت المسؤوليه في 2014، كانت الدنيا برضو فيها شيء من عدم الاستقرار في الجامعات بشكل عام، لكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى في خلال السنتين دول، يمكن شهر او حاجه من بدايه ما توليت المسؤوليه، اصبح هناك استقرار تام داخل الجامعه. بدأنا نشوف ايه اللي كان موجود، وايه اللي نبني عليه، وايه اللي ممكن نهده ونبدأه من جديد. تمام. الحمد لله، يعني كان عندنا رؤية واضحة، وكان عندنا هدف واضح، وكان عندنا رسالة لازم نأديها. انا دايما اقول اي منصب دلوقتي في الجمهورية كلها مش تشريف ولكنه تكليف، واللي يتصدى المنصب يبقى بنشكره عليه، لكن أما وإن قبل هذا المنصب لابد أن يتحمل ويشتغل دون تعب وكلل، ولازم يحقق الأهداف اللي هو بدأ المنصب بتاعه بيها. الحمد لله، يعني حضرتك عارف أن الجامعة ثلاث محاور رئيسية، تعليم وبحث علمي وخدمة مجتمع. الحمد لله احنا في الجامعة ما بنشتغلش بالشكل النمط التقليدي ان هو الطالب يتعلم وشكرا مع السلامة، او البحث العلمي وانتهى، خدمة المجتمع الشكل الروتيني البسيط. لا، الحمد لله احنا يعني زي ما تقول كده حضرتك، احنا اقتحمنا كل المشاكل، وحبينا نشتغل وفق معايير ونظم، يعني مش عايز اقول عالميه، على الاقل طبقا لمعايير الجوده اللي معموله في مصر. الحمد لله في التعليم احنا عندنا حوالي 20 كليه في العصر الاخير ده، الفتره بتاعتي خمس كليات منهم اعتمدوا من الهيئه القوميه. فكره الاعتماد يا دكتور، الاعتماد ده طبعا الكليه الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد. تمام. معنى انها تكون معتمده معنى تكون استوفت كل شروط. تمام. الاعتمادات بشكل كبير، يعني هي ما نقدرش، معلش عفوا، يعني انا عايز اقول حاجه. زمان يا دكتور كان ينظر الى خريج جامعه المنيا، ده خريج يعني تلقى تعليم بسيط ومش عارف ايه، ولا لا استطاع جامعه المنيا دول مش مصنفين. اصبح ان احنا بنتكلم عن كليات معتمده من ضمان جوده التعليم والاعتماد، اذا دي كليات على جوده من المستوى دراسه وخبراء، ونقول يعني عكفوا على دراسه هذه الكليات. بنتكلم عن الهندسه والعلوم والزراعه ورياض الاطفال والصيدله. معروف كمان الهندسه بالذات قوي يا دكتور، هندسه المنيا من الكليات الصعبه جدا، وخريج هندسه المنيا ليه وضع خاص. الحمد لله. امانه يعني خريج هندسه المنيا ليه وضع خاص. ازاي ممكن ندخل كل الكليات طبعا في هذا المجال او في الجوده، وازاي نغير مفهوم عن خريج جامعه المنيا؟ والله يعني استاذ عمرو، يمكن انا كنت عميد هندسه لمده 6 سنوات، وكان ليا تجربه الحمد لله بفضل الله كانت ناجحه في كليه الهندسه. ومنذ ان توليت الجامعه
حاولت انقل تجربه هندسه والنجاح اللي تم في هندسه للجامعه، الاقتناع التام ويعني الفكر والرؤيه لتحقيق شيء للجامعه اللي هي مش عايز اقول خيرها علينا. فنقلنا هذه التجربه سواء من ناحيه الاعتماد، سواء من ناحيه الابتكار، سواء من ناحيه الانضباط، سواء من ناحيه الانشطه. كل التجربه اللي كانت معموله على مقياس صغير عملناها الحمد لله بفضل الله على مستوى 20 كليه. احنا عندنا 20 كليه، منهم 3 جداد لسه ما خرجوش خريجين، منهم الحقوق، منهم الطب البيطري، منهم التربيه الفنيه. رياضة اطفال خرجت من الجوده. انا بتكلم بالظبط. الحمد لله. فبدانا ننقل هذه التجربه داخل الجامعه، اهتمينا بمركز ضمان الجوده داخل الجامعه، واصبح ليه دور مؤثر وفعال ضد مع الكليات. حضرتك السنه دي ان شاء الله هيتقدم 5 كليات، 3 كليات هيتقدموا السنه دي، التربيه النوعيه والتربيه الرياضيه والتمريض. ان شاء الله السنه القادمه باذن الله هتقدم 5 كليات. يعني بنعشم وبنطمح في الفتره المتواليه فيها الجامعه على الاقل اكثر من 85% من الكليات تبقى معتمد، لان ده هو السبيل الوحيد اللي سيادتك بتقول عليه عشان الخريج يبقى له وضعه. ما نقولش خريج القاهره، خريج اسكندريه، خريج اسوان، لا، يبقى الفيصل كليه معتمده ولا غير معتمده. وده الاتجاه اللي ماشي عليه الدوله، بحيث ما يبقاش اسم الجامعه اللي هو يبقى مؤثر في التعيين، يبقى ولكن انت متخرج من كليه ايه، وهل هي معتمده ولا مش معتمده. معنى انها معتمده يبقى محققه المعايير، سواء في التدريس، سواء في الانشطه، سواء في الطلبه، في اعضاء التدريس، في العاملين. فده الخط اللي احنا ماشيين عليه في التعليم، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني ننشر هذه الثقافه. لان سيادتك زي ما سيادتك عارف الجوده ثقافه قبل ما تكون، لان الناس كتير يعني معتقده ان الجوده دي شويه ورق وبيتركنه. لا، الجوده عباره عن واحد بيعمل حاجه كويسه وبيوثقها. ما ينفعش تعمل حاجه كويسه وما توثقهاش، يعني التاريخ بيعترف بايه. طيب دكتور جمال، عايز اتكلم عن فكره ان الخريج او النهج اللي ماشي عليه دول العالم في الجامعه، ان الطالب ما يكونش متلقي مجرد ما ياخد شويه الورق دول ويخلص الامتحان، تيجي تساله بعد شهرين انت استفدت، يقول لك انا مش عارف، انا نجحت وجبت التقدير، ما تسالنيش اي حاجه ثانيه خالص. بالظبط. ازاي نحول الطالب من متلقي لواحد مبدع منتج مفكر؟ هو سيادتك يعني برضه لو احنا نظرنا الموضوع بعمق شويه، هنجد الاعتماد معناه ايه؟ معناه ان انت بتشتغل طبقا للمعايير. المعايير دي عباره عن ايه؟ من ضمن الحاجات دي تنوع اساليب التعليم والتعلم. وبننقل التعليم من اسم تعليم لتعلم. يعني انا لما بقول تعليم واحد قاعد قدامي بلقنه، زي الثانويه العامه كده تفضل تلقن فيه وبعدين يجي في الامتحان ينسى الكلام ده. لا، انا بحوله لتعلم. تعلم انواع كتير، ممكن جزء صغير يبقى في المحاضره، انت تبحث، انت تحاول تشوف ازاي تتعلم ذاتيا، تتعلم عن طريق التعليم الالكتروني، تتعلم بيسموه سيلف ليرنينج، التعليم الذاتي. انواع كتيره من التعليم بتنشط الذاكره وبتنشط التفكير بتاع الطالب، ما بيصبحش متلقي ولكن بيصبح مبتكر، بيصبح مبدع. لان برضه حضرتك عارف ان الجامعه يا دوب بتحطك على الطريق. لو انت ما عندكش هذه المهارات والابتكارات والفكر والرؤيه والرساله، الكلام ده كله، عمرك ما هتقدر انت تشق طريقك. ومش هيكون لك دور. بالظبط. مش هيكون لك دور. ولذلك فعلا يعني انا بنصح الناس يعني يبقى في اهتمام بالاعتماد، لان الاعتماد هو اللي بيقودك لهذا الكلام اللي سيادتك بتقوله. طيب تمام يا دكتور. فكره الانشطه الطلابيه، تفريغ وتنفيس ومتنفس عن الطلاب حقيقي، يعني لان هو بيقدر يخرج كل ابداعاته في الاماكن دي. الجامعه ايه دورها في الانشطه الطلابيه؟ وهل ليكم مشاركات كمان مثلا في مسابقات محليه، مسابقات على مستوى الجمهوريه؟ عايزين نعرف دور الجامعه في الموضوع ده. والله يا فندم انا مقتنع اقتناع تام ان الانشطه هي السبيل الوحيد لتغيير الطالب، لتغييره للاحسن، لتغيير واكتسابه لمهارات، لابداعات، لافكار، لمحو اي رواسب فكريه موجوده في ذهنه. لان حضرتك عارف انا دايما ليا تعليق كده بقوله، ان احنا سيبنا اولادنا لغيرنا يربوهم.
لا احنا انا لازم اهتم بالطالب بثقافته وبفكره بالرياضه بالفن يمكن المسرح بالابداع بالقران بالسنه بالتمثيل بالغناء بكل الانشطه دي. انا يمكن الحمد لله من ساعه ما جينا عملنا قاعده قلت توسيع قاعده المشاركه ولا المنافسه. الحمد لله تقريبا اكثر من 50% من طلاب الجامعه بيشاركوا في الانشطه دي ما كانتش بتحصل في جامعه المنيا قبل كده, وده ساعدنا كتير ان احنا نرتقي بالطالب نقرب منه لان حضرتك عارف الافكار اللي بتعشش في دماغ الطلاب دي ما تواجهش بالامن ابدا, لازم تواجه أيوة. بالفكر وتواجه بالحوار. امبارح بالامس بالتعاون مع السيد المحافظ عاملين ندوه مواجهه الارهاب دكتور محمد وهدان كان الدكتور محمد وهدان قيمه وقامه كبيره شيء رائع. يعني احنا مهتمين بهذا الكلام. الطالب لازم يفرغ طاقاته, الطالب لازم يشعر ويحس ان في اهتمام بيه مش مجرد ان انا اعلمه ومشي, لا يبقى عندنا زي ما حضرتك عارف طبعا مبدعين ومبتكرين في اشياء رائعه, عندنا رياضيين كويسين, عندنا احنا دايما ما بنسيبش مسابقه داخل مصر او داخل المنيا او خارج المنيا اللي بنشترك فيها, وبيتعدى ذلك الحاجات يمكن بتبقى خارج الجمهوريه في انشطه مختلفه, وده بيخلي الطالب يشعر ان انت مهتم بيه زي ابنك في البيت. لو انت مش مهتم بيه مش 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 هيبقى عنده ولاء للبيت, لكن لما انت تهتم بيه وتطلع منه مواهب وتطلع ابداعات يبقى منتمي للمكان, منتمي للدوله, منتمي للفكر اللي احنا بنشتغل بيه, سواء فكر بيدعو للتطوير, فكر بيدعو للوسطية في التفكير سواء كان في الدين أو في غير الدين, هو ده اللي احنا بنغرزه بنغرزه في الطالب. وما ينفعش حضرتك اجي اقول للطالب خليك وسطي خليك مش عارف, لا بالكلام بالظبط بالكلام يا بالآيال لازم بالفعل. عندنا يا إما فكر مواجهة أمنية وده طبعا مش موجود بالظبط, يا إما بنتكلم عن الفكر اللي يجلى بالفكر وهو ده اللي أثبت جدارته بالظبط. طيب دكتور جمال عايز أتكلم عن المحاكاة الحقيقية من جامعة المنيا لسوق العمل. أنا مش عايز اخرج طلاب قاعدين على دكه الاحتياط زي ما بيقولوا كده او مستنيين يعني في يوم من الايام ممكن يجي لنا فرصه. احتكاككم ايه؟ دراستكم الواقعيه لسوق العمل وتاهيل اولادنا واخواتنا لسوق العمل ايه؟ برضو ارجع واقول ان الاعتماد يعني شوف كل الكلام الكويس اللي ستك بتقوله ده موجود جوه الاعتماد. الخريجين والاهتمام بيهم ودراسة سوق العمل ودراسة المستفيدين من الخدمة اللي هو الطالب اللي انت بتطلعه. احنا من ساعة ما تولينا بدأنا نفكر في هذا الكلام سواء على مستوى الكليات او على مستوى يعني انشاء كليات جديدة او انشاء اقسام جوه الكليات. حضرتك يعني احنا عندنا لما بدأنا نفكر في انشاء كلية حقوق عملناها بنظام الساعات المعتمدة وبناخدش في السنة الا 300 400 طالب بالكثير. ده ممتاز جدا حضرتك. يعني اول سنه نسمع الالاف اللي احنا بنشوفها دي مش موجوده. لا انا باصر اصرار شديد مع لجان القطاع والمجلس الاعلى للجامعات اول سنه خدت 230 طالب. تخيل بقى كليه حقوق ف 230 طالب. انتوا كده يا دكتور وصلتوا سنه ثانيه ولا ثالثه؟ ثانيه السنه دي. ثانيه السنه, السنة دي خدنا 400 طالب. مفيش دراسات عليا في الكليه لسه. لا هنفتح الترم الثاني. الترم الثاني ان شاء الله بس بشكل مقنن. يعني تخيل بقى لما في كليه حقوق قدامك 200 300 طالب يتعلموا ازاي ده بقى, وعامل لهم برلمان وعامل لهم محاكاه وعامل لهم بحيث الطالب يبقى محامي محترم, يبقى وكيل نيابي وكيل نيابه فاهم, يبقى حتى لو شق طريقه في اي مجال يبقى اتعلم قانون صح. ده بالنسبه للكليات. بالنسبه للاقسام عندنا داخل الجامعه اقسام نوعيه تحسن الخريج زي الميكاترونكس او الميكاترونيات والروبوتات الصناعيه في كليه الهندسه, بيجمع بين تخصصات مختلفه داخل الهندسه. دخلت فعليا خلاص طبعا دي اتخرج منه طلبه. ده ممتازه دي ممتاز. دي هتنقل نقله كبيره جدا بالظبط. نقله وخلي بال حضرتك يمكن قبل التسجيل كنت حضرتك بتكلمنا على ابتكارات. هم الولاد دول اللي عاملين الطفره الملف جوه الجامعة. بقى اللي انا كنت طبعا جاي لك حضرتك انا شفت حضرتك طبعا نتكلم بس عشان نكون محقين لما كنا بنتكلم مع جاسيكا ومع كرولوس حضرتك لما خرج جاسيكا ندهت عليها حضرتك عارفها كويس طبعا يعني متبني الموضوع. نوابغ المنيا بقى زي جاسيكا وكرولوس دي عناصر احنا عندنا ما شاء الله. دور الجامعه ايه في العناصر دي؟ ما أنا هل برضو الناس دي لو دخلت الجامعه هنا هتعامل معامله الطلبه العاديين؟ لا ما أنا بقى يعني عزلهم يعني ادماجهم بالتالي زي اللي احنا بننتهجه, فبالتالي مش هنشوف منهم نوابغ ويحتكوا بالناس العاديين فبالتالي يتحولوا لناس عاديين جدا, ولا هنعملهم بيئه خصبه ليهم هم شخصيا؟ احنا رؤيتنا وفكرنا ايه في القصه دي يا استاذ عمرو؟ انا يمكن من لما كنت عميد هندسه انا قعدت عميد لكليه الهندسه 6 سنوات عملت مركز الابتكار والابداع جوه الكليه, وكنت بعمل معرض سنوي
وبجيب فيه الطلبه بتوع الهندسه من على مستوى الجمهوريه، وكنت بشرك طلاب اعدادي وثانوي. ايوه. وعشان كده عرفت جيسيكا من هذا المكان، وبنبدا ندعمهم فنيا. يعني بيبقى عنده فكرة عن طريق أساتذة، بيبدأ يوجهه بشكل سليم. طيب. الحمد لله. طيب ده بالنسبة للموضوع دكتور، عشان هم بيقولنا لازم نختم، فأنا مش قادر أفوت المشكلة الحقيقية في المنيا طبعا. المستشفيات، مستشفى جامعة المنيا اللي جالها قرار الإزالة طبعا بسبب إن هي خلاص مالت أو أصبح مهددة بالسقوط فعليا ويتم إزالتها، لكن في ثلاث مستشفيات إن شاء الله يتم افتتاحهم في الجامعة جوه أو في جامعة المنيا. ايه الحل الفتره الانتقاليه دي، يكون ايه الحل؟ يعني حضرتك اديني دقيقتين ثلاثه اوضح. يا ريت دقيقتين بعد اذنك. طيب هو القصه طبعا يعني مشكله مزمنه ما كانش حد بيواجهها قبل كده. الحمد لله من ساعه ما جينا بدانا نفكر في هذا الكلام، بدات تظهر الكلام ده، ظاهر من اكثر من سنه وليس وليد الصدفه طبعا. فاول ما بدا يظهر جبنا لجنه متخصصه من جامعات مختلفه ومركز بحوث البناء في المستشفى الجامعي هنا، وقالوا ان لابد من الازاله. طبعا احنا بنشتغل وعندنا رساله ان احنا بنخدم سكان محافظه المنيا اكثر من 85%، مش جامعه المنيا بس، على مستوى الجمهوريه طبعا طبعا، المستشفيات الجامعيه برغم الملحوظات اللي عليها، لكن فيها كوادر، فيها فنيين على اعلى مستوى. فبدانا نعمل عمليه اخلاء للمبنى، اخلينا المبنى، وبدانا نفكر في بدايل. من ساعتها، من سنه، بدانا ننقل مستشفى الكلى داخل الحرم الجامعي، مستشفى على اعلى مستوى. بدانا مكانها نعمل استقبال جديد بس لسه ان شاء الله هينتهي. كان عندنا مدينه جامعيه في الجامعه، نظرا لاحتياج الناس للمستشفيات اكثر من المدن الجامعيه، وعندنا المدن الحمد لله مسكنين حوالي 6000 طالب. فبدانا نعدها. لما بدات تحصل المشكله دي اخلينا اخلاء فوري، ولكن احنا ما زلنا بنقدم خدمه، بس نزلنا من 500 سرير ل70 سرير. يا رقم كبير جدا، رقم كبير. شوف بقى الضغط. لكن للامانه في تنسيق كامل مع وزير التعليم العالي، مع ان شاء الله المشكله تتحل قريب يا دكتور، مع المحافظ، انا هقول لسيادتك، مع المحافظ، مع وكيل وزاره الصحه. المشكله ان شاء الله حاليا دلوقتي انا عرفت من سياده المحافظه 12 يوم ان شاء الله هتتحل المشكله ان شاء الله في خلال اسبوعين. في الاسبوعين دول وقبلها يعني كنا بنودي فريق طب متخصص من الجامعه في قوافل في المستشفى، لا مش قوافل، في المستشفى العام، يستقبل الحالات. الحاله الصعبه جدا بتروح في ال70 سرير اللي عندنا في الاماكن الامنه، ونقدر يتعالج خلاص. نقدر احنا فضينا المبنى التعليمي خليناه مستشفى. فحاليا في مشكله سواء في تعليم الطلبه او في المستشفيات، لكن نتمنى ان احنا ننتهي من الاستقبال ده في اكتر اقرب وقت ممكن. نتمنى عندنا مستشفى الكبد محتاج مبلغ صغير جدا، وفي خلال 6 شهور تنتهي. معلش برضو المبنى اللي في الجامعه محتاج حوالي 180 مليون، ده كله هيوصل لعدد الاسره ل 500 سرير في خلال سنه. اعتقد ان ده يعني ان شاء الله احنا دكتور ان شاء الله هنتابع الموضوع، هناخده على عاتقنا ان شاء الله. ويا ريت ان شاء الله يكون في رقم حساب مثلا متاح للتبرعات، ده كل دول العالم بتعمل كده، مش ان شاء الله. لان برضه الاهتمام بالصحه والتعليم ان شاء الله. ان شاء الله ده كلنا لقاء تاني باذن الله، نتواصل فيه اكثر حوالين طبعا دور الجامعه بشكل اكبر في موضوع المستشفيات ان شاء الله. خدمه محافظه المنيا يا فندم ان شاء الله. شكرا جزيلا، شرفتنا قوي. استاذ دكتور جمال الدين ابو المجد رئيس جامعه المنيا، شرفتنا قوي يا دكتور. شكرا لحضرتك. متشكرين. مشاهدينا الكرام، ده كان عن لقاء مع رئيس جامعه المنيا للوقوف طبعا اخر المستجدات الخاصه بيه. لكن في الحقيقه الحوار اللي جاي هو موضوع، او هو بطل اليوم زي ما بيقولوا، سنه 1919 ابى ابناء درمواس في محافظه المنيا البواسل ان هم يسيبوا الاحتلال الانجليزي بشكل او باخر يرعى ويرتع داخل مصر. فقرروا ان هم يقوموا بقطع شريط السكه الحديد امام مدينه درمواس، ويقتلوا الحاكم الانجليزي انذاك الحاكم بوب وعدد من الجنود الانجليز. واصبحت منذ هذا العام 18 مارس سنه 1919 هو عيد المنيا القومي في ملحمه عرفت باسم الدم والعسل في محافظه درمواس، نظرا طبعا للاعدامات التي قام بها الانجليز لابناء مدينه درمواس. ومعروف ان درمواس لها انتاج من العسل، فتم اختلاط الدم بالعسل وسميت بهذا الاسم درمواس، بلد الدم والعسل. كان زميلنا احمد رفعت مراسلنا في محافظه المنيا قام بلقاء مهم وحصري لينا لاول مره بيحصل داخل بيت العائله اللي قامت بهذه الثوره المجيده طبعا في مدينه درمواس. هيشوف لقاءات من داخل قصر الثوره في مدينه درمواس. هنتابع التقرير ده ونرجع لزميلتي منى الشايب في حوار حول مدينه درمواس والثوره.